السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. ربنا يخليك يا شيخ، والله كان عندي سؤالين يا شيخ. سأل يا حبيبي. أنا دلوقتي عايش في دولة أجنبية. الله يكرمك. هل يجوز إن أنا مثلا نتفق على بضاعة في مصر قبل ما نتملكها وناخد من العميل مبلغ، بحيث إن ما عنديش مثلا مخازن أو أي شيء، فناخد من العميل الأول ونكتب معه عقد وندي المبلغ ده للشركة اللي في مصر بحيث ان هي ترسل لي البضاعة؟ الو. اذا كانت وعودا فالوعود جائزة، لكن يعني لا يكون البيع انتهى، تخبره ان البيع لم ينتهي. ولا تبع ما لا تملك. لا تبع ما لا تملك. ممكن وعد يقول له انا اجيب لك بضاعة، بس ما نلزموش بيها. لا يعني. لا، ممكن تطلع البضاعة خربانة. شكرا.